call me a god. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد. فيديوهات الحين بعد ما خلصنا ستوري ميشن راح أحاول نخليها أقصر ما يمكن. طبعا قبل عن نبدأ نتكلم, إذا كنت ما متابع القناة أتمنى أنك تضغط زر السبسكرايب وتتابع القناة وتشوف الفيديوهات, سوينا لايك عشان ننشر. ما عندي ولا شيء في الساحل الأفريقي وهذا حلو, وما في اي حد مشترك, وبعد هذا بسوي هذا عشان ليفل 4 وبنهجم عليهم ان شاء الله. بس الحين اتوقع انه في 3 دقائق عندنا, فنروح لهنا. واظن اني شال معاي حاجة اقدر ابيعها في هذا المكان, بتجيب لي بعضا من الذهب بس خلاص, او الفضة بس خلاص. الفضة ما عدت اهتم فيها كثير لانه الفيديو اللي امس نزلته هذا في شخص يطلب النقدة. شوف بيع وشراء, نروح بيع. عندي هذا, والعاق بكذا نكون زين. بعد ما خلصنا ستوري ميشن كما قلت انه خلاص بتكون المهام الحين عبارة عن مرفع الهاون. هل نستخدم مرفع الهاون؟ ما اظن استخدم مرفع الهاون, فخلنا نرمي. بعد ما خلصنا قصة فخلاص ما يحتاج ان ننزل فيديوهات طويلة. كنت تعرف بعض المهام تكون طويلة وكذا, فكنت ملتزم بالعشرين دقيقة. الحين بعد ما خلصنا عاد يكون عندنا تحديات للسيطرة, وان نرفع كمية الذهب. بحاول انه احط الفيديوهات اقصر ما يكون, الا اذا في فيديوهات تكون فيها حاجات استثنائيه. كذلك الابلود راح اقلله, ما بنحط ابلود واحد, ما بحط 4 ابلودات كل يوم مثل ما كان في بدايه اللعبه. يمكن ابلود او ابلودين في اليوم, بحاول اني التزم ب5 ايام في الاسبوع, بحيث انه ما نقطع ونشوف كل حاجة جديدة واستثنائية في اللعبة وننزلها. غير كذا بشوف يكون فيديو قصير عن حاجة بسيطة سويتها في ذاك اليوم او لاحظتها في ذاك اليوم, او رأيي عن سلاح او حاجة. طبعا اذا عندكم اي اقتراحات على الفيديو اريد انزله ولا شيء, فكذلك راح اشوف الاقتراحات اللي تطلبوها. هنا عندنا دقيقة راح ننتظر. هذا أول مكان في الساحل الأفريقي أجي وأحاول إني أحتله, مستوى رابع. ما في مشاركين, مواقع الرعب هنا ما في كوب. كنت أريد أبدأ بحاجة كوب بس ما في كوب, فنبدأ بأول مصنع في الساحل الأفريقي. هذا المصانع راح أطورها أكثر حاجة أقدر لها, يعني لأبعد مكان أقدر له, إنه هذه اللي بتوصل لـ4500 تقريبا مخزن مالها, ولما تكون ليفل 10 يعني بتوصل 4500. وأنا أصلا من بديت ألعب ما وصلت مع المضاعفة لـ4000, فهذا الرقم ما أتمنى إني أوصل له حتى. يبقى لنا 30 ثانية ولحد الحين ما حد داخل معنا. بس في حد يريد يهجم علي كأنه القراصنة المفوضون, بس ليفل 4. نشوف كم ليفلاتهم هذا اللي بيدخل الحين علينا. ومرحبا بك في البث, تشرفنا متابعتك لنا. وبدأت عملية الاستحواذ, أول عملية استحواذ في الساحل الأفريقي مع مكان من الفرنسيين. ونشوف هذا الليفل 6. مدفع الهاون اللي أنا نقصت, والله ما انتبهت إنه
كان على بالي يا حد يضربني مشكلة بدون مدافع الهاون احاول اني اكون بعيد عن الحصن لانه ما جايب الهاون اخاف انه يدمروني خلاص دمرناه نحاول ان نجلس هنا في هالمنطقة واني دائما اخذ اللوت عشان في كان لوت هنا وش هذا الرامي نكمل الوقت الحين واصلين 4 دقائق النص 50% زين نكمل العملية هذا القراصنة يريد يهجم علي ولا بدون مدفع الهاون صراحة كثير ضعيف اعتبر اقدر اقترب منه نسوي شوية هيلث وندمر هذا الصغير هذا ما باقي لهم كثير بس القراصنة دخلوا في الخط جميل جميل دمج عالي في ال للحين ما خذيت اوكي خلصنا الاستحواذ اهم شيء وخلنا نسيطر على هذا له. اوكي خلصت عملية الاستحواذ بحاول اني ارجع و اوصل بعض من ذهب تم اكتساب العملة ما اريد اهجم عليكم لانكم من الفرنسيين
بس لأنه بيهجموا علي هذا كلهم، فأنا ما أريد أتجنب هالشيء. هنا تكون نهاية الفيديو، أتمنى أن الفيديو أعجبكم، أتمنى أنه التحديث أعجبكم في أني ما بنزل فيديوهات بشكل متكرر في اليوم الواحد. هنا النهاية، أتمنى أنكم تتابعوني وتنشروا القناة عن طريق ضغط زر اللايك، ونشوفكم في فيديو آخر. حسن جوبو تم السيطرة عليه، بنحاول نسيطر على حصون أخرى. الحين نرجع إلى أغضبت الحصن. أي حصن؟ هذا الحصن، بس أنا ما جالس أهجم عليهم ولا جالس أعطيهم أي السالفة. هذا نهاية الفيديو، الفيديو مش البث، فيديو لليوتيوب بيكون، أما البث مستمر.